السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة طلاب الصف الرابع المتميز. اليوم إن شاء الله هنبدأ في درس ألا وهو محمد ابن جرير الطبري. عايزين نتكلم عن الطبري. رسم تخيلي للطبري، شكله وملامحه، ده رسم تخيلي له هو محمد ابن جرير الطبري. هنحكي عنه ونعرف شوية من مميزاته. أين ولد؟ هو ولد في طبرستان. يبقى أين ولد محمد ابن جرير الطبري؟ من اسمه الطبري نسبة إلى طبرستان، احفظوها كده، الطبري ولد في طبرستان. هو من أعلام الحضارة العربية الإسلامية. طيب إيه كمان يا أستاذة؟ هو رحل من طبرستان إلى بغداد، علل لماذا رحل الطبري من طبرستان إلى بغداد؟ طلبا للعلم. طب لو جالك أكمل، رحل الطبري من نقط إلى نقط، تقول لي رحل من بلده مولده من طبرستان إلى بغداد. طب لو جاب لك صح أو خطأ، رحل محمد بن جرير الطبري إلى دمشق، تقول لي غلط، أمال رحل إلى فين؟ إلى بغداد. يبقى نحفظها كويس قوي، رحل محمد بن جرير الطبري من طبرستان إلى بغداد، علل لماذا؟ نقول طلبا للعلم. بعد كده أطلق عليه لقب شيخ المؤرخين المسلمين. يبقى لو قالك من أنا؟ شيخ المؤرخين المسلمين، تقول لي محمد بن جرير الطبري. طب لو جه سألك برضو قالك من هو أسد البحار؟ أحمد بن ماجد. يبقى كل واحد له لقب. يبقى لقب محمد بن جرير الطبري هو شيخ المؤرخين المسلمين. لو قالك علل، أطلقها على محمد بن جرير الطبري بشيخ المؤرخين المسلمين. لماذا أطلق عليه هذا الاسم؟ تقول لي لأن المؤرخين تتلمذوا على يده. كثير من المؤرخين، عديد وكثير من المؤرخين تتلمذوا على يد محمد ابن جرير الطبري. طيب نبغ محمد ابن جرير الطبري في كثير من العلوم، علوم كثيرة جدا، بس أنا عايز أعرف أشهرها إيه. أشهرها علم الفقه وعلم التاريخ وعلم التفسير. يبقى لو جالك أكمل، من أشهر العلوم التي نبغ فيها محمد ابن جرير الطبري، علم، تقول لي علم الفقه وعلم التاريخ وعلم التفسير. يبقى نراجع تاني ونأكد، أين ولد محمد ابن جرير الطبري؟ نقول ولد في طبرستان، من اسمه يبقى ولد في طبرستان. أين رحل محمد ابن جرير الطبري؟ رحل إلى بغداد، يبقى رحل من طبرستان إلى بغداد، علل لماذا رحل إلى بغداد؟ طلبا للعلم. طيب ما الاسم الذي أطلق على محمد ابن جرير الطبري؟ أطلق عليه لقب شيخ المؤرخين المسلمين، لأن العديد من المؤرخين تتلمذوا على يده. أهم العلوم التي نبغ فيها، نبغ في علم الفقه، نبغ في علم التاريخ، نبغ في علم التفسير. طيب توفي في بغداد، قلنا أنه اتولد في طبرستان وتوفي في بغداد لأنه كان بيدرس في بغداد وقضى العديد من السنوات في بغداد إلى أن توفاه الله عز وجل في بغداد. نشوف بقى أهم مؤلفات محمد ابن جرير الطبري. من أشهر مؤلفاته ألف كتاب جامع البيان في تفسير القرآن الكريم. يبقى لو قال لك كتاب نقط، ألف الطبري كتاب نقط في تفسير القرآن الكريم، تقول لي جامع البيان، يبقى ألف كتاب إيه؟ سمعوني كده، جامع البيان في تفسير القرآن الكريم. تاني حاجة، ألف كتبا كثيرة في الفقه، منها كتاب أداب المناسك. يبقى كتاب أداب المناسك ده فين؟ في الفقه. وكتاب التبصر في علوم الدين. يبقى عندي أداب المناسك في الفقه والتبصر في علوم الدين. طيب نقول تاني، ايه الكتاب اللي في تفسير القرآن الكريم؟ جامع البيان. يبقى جامع البيان في تفسير القرآن الكريم. طيب يبقى كتاب جامع البيان فين؟ في تفسير القرآن الكريم. من انا؟ ألف كتاب جامع البيان، تقول لي على طول هو محمد بن جرير الطبري. طب جامع البيان ده بيختص بايه؟ تقول لي بتفسير القرآن الكريم وآياته. تاني حاجة، ألف كتبا كثيرا في الفقه، كتب كثيرة في الفقه، مثل ايه؟ يبقى الكتب اللي في الفقه زي كتاب آداب المناسك. طيب وكتب في علوم الدين زي ايه؟ كتاب التبصر، التبصر في علوم الفقه، التبصر في علوم الدين وآداب المناسك في الفقه، وجامع البيان في تفسير القرآن الكريم. ثالث حاجة، عمل في التاريخ كتاب اسمه تاريخ الأمم والملوك.
بيحكي عن الأمم وبيحكي عن الملوك، وسمى الكتاب ده بتاريخ الأمم والملوك، يبقى ده في علم الايه؟ التاريخ. نأكد بقى مع بعض ونشوف كده أشهر مؤلفات الطبري. أول حاجة كتاب جامع البيان في تفسير القرآن الكريم، يبقى في تفسير القرآن الكريم كتاب ايه؟ جامع البيان. تاني حاجة كتاب أداب المناسك في الفقه، يبقى أداب المناسك في الايه؟ في الفقه. كتاب التبصر في علوم الدين، علوم الدين فيها كتاب اسمه كتاب التبصر. طيب في التاريخ ألف كتاب تاريخ الأمم والملوك، يبقى من أنا؟ لو جالك من أنا؟ صاحب كتاب جامع البيان، تقول لي الطبري. صاحب كتاب أداب المناسك في الفقه، الطبري. صاحب كتاب التبصر في علوم الدين، الطبري. تاريخ الأمم والملوك في التاريخ، الطبري. يبقى نعرف في كل تخصص وعمل كتاب إيه. في التاريخ كتاب تاريخ الأمم والملوك، من الاسم هو تاريخ الأمم والملوك في التاريخ. أداب المناسك في الفقه، التبصر في علوم الدين، جامع البيان في تفسير القرآن الكريم. شكرا لحسن متابعتكم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. كانت معكم أستاذة رشا مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.